الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. كل حال فليح روتيع ما يش ولادي ما العلف والعلف قاعد يتبيع البرة القنطار بمئة دينار اللي هو الدولة سعراته 250 دينار وبخمسين دينار بركة ما نقولش ونمشي الفلاح يمشي للمزود ما يقاش العلف يخرج البرة لأهلية تمشي نمشي ما تخرجوا معي طول وساتي طول يخدم بمئة دينار القنطار بمئة ألف شكارت كاتسون تريب هذا ب 63500 علاش مش نبيعو انا كمان نخلص شخصيا اللي كنبيعو هاك مانيش خالص هاني تو مانيش خالص تو نبيع يعني تنظر الدولة لازم تم مراقبة لازم تراقب تراقب الشعلي فين قاعد يتبيع والعلف فين قاعد يتبيع وتنقصوا المواطنين الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة